وللبراءة نصيب من العملية. الأطفال تضرروا أيضا جراء قرارات الطرد، فانعكست سلبا على يومياتهم لأن العملية تزامنت مع الدخول الاجتماعي والمدرسي. عندنا 50 سنة من الاستقلال، فرنسا مازالها ضد الجزائر. هاد الأرض الجزائرية منحونا في الديار، وشنو هذا؟ حدود جزائرية أو بعيدة فرنسا علينا، كيف حتى تبعت لابوليس يجي يخرجونا من أرض جزائرية؟ شو كي زمت لابوليس، دمو لابوليس، لي بومبي، لي كاسك بلو، رونفور، كاع. خويا مريض عقليا من راسو، كي شاف لابوليس زدمت مسك طرطق طرطق، زاد عليه الحال. حتى يما قاسها مشي بالعاني، هاي منا نفلق كاع كاع، هاي لك ليها هاي يما. هاي البارح نحك البارح نحك الباسم. شوفي يما تستر ما تزقى بيان سوري تهول. او في السبيطار شراكة دوكا. البارح كان في ليزولمو. ومازالو في ليزولمو. دوك ما تشوفوش غير ريح 4 شهور لتماك. هاي تديلو غير الحوايج ما تشوفوش كاع. ما كان لا دار لا دوار. تقرا يا وليدي راك. القراية ما كاش. تقرا ما كاش تقرا. الحوايج ما نش نصيب باش نروح للمسيد. كيف هدير؟ تريح في قيطون طشتا تقطر عليك ما تخليكش ترقد. البرد ما تصيبش كوفيرطا كيف هدير؟ وكيف تقرا؟ كاينة طابلة هنا ما كاش. تحط تدخل زعماك دخلت للقيطون. تحط كرطابك. ما كان ني تلفزيون ني كش حاجه وين ندير البحث كش بحث ولا كش طابله كيف تكتب على حسب ماني نشوف انا كل ما نمشي في كل طرط كل ما نمشي على حسب ما درت على الساحل الجزائري نصيب بزاف ديور وشنو هذا ما يمدوا لنا ني دار ني والو كل يوم كل يوم كل يوم نجوز على كش طرط نصيب باطيمه كملوها جديده مغلوقه واحد ما نشرح ويجا في التربيه المدنيه على حسب ماني نقرا الاجتماعيات كاين حقوق المواطن حقوق المواطن حق السكن حق العلاج حق تمدرس ومازال كاين هادو هما حقوق المواطن هادي بلاد هادي ما نقراو ما نسكنو واحد شا هادي زعما يما تخدم كانت تخدم فام دو ميناج حوزوها فام دو ميناج الاخرى جاو سكنوها في دارنا كيف دوك ينحو فام دو ميناج ويبلاصيو فام دو ميناج وعلاش ما يبنوش ديور يسكنوا كاع لي فام دو ميناج اللي يخدموا عند لهم بلاصات